أنا كنت أتكلم عن تجربة، كاين تجارب عالمية في التعامل مع بعض أنواع من المخدرات المسمات في التجارب العالمية بالمخدرات الخفيفة، بناء على دراسات علمية دارت في كبريات الجامعات في العالم سميت بالمخدرات الخفيفة لتقنينها، والناس يتوجهوا لهذه المخدرات الخفيفة باش ما يمشوش المخدرات الصلبة. داروا هذا الإجراء، هذا الإجراء اللي دار، هذا إجراء كاين في هولندا وغير هولندا، هذو تجارب عالمية. واش التجربة صالحة لنا ما صالحاش لنا؟ ما قلتش صالحة أبدا، قلت بأنها كاينة خصنا نتذكروا عليها. الغلط هو أننا ما نتذكروش على هذا الموضوع، الغلط هو أننا نسكتوا على هذا الموضوع. واش إلا سكتنا على هذا الموضوع حلينا مشكل؟ والسكوت ديالنا هذه قرنين على هذا الموضوع حلت المشكل؟ بالعكس، انتقلنا في القرن 19 من 20 هكتار إلى آلاف الهكتارات اليوم. انتقلنا من قبيلة واحدة كانت تعيش على عائدات الكيف إلى 1.5 مليون ديال الناس يعيشون على هذه العائدات. هذا الكيف قبل كانت ريجي دي طابا، كانت سمسميه ريجي دي طاباي دو كيف، كانت هي اللي كدير الغمساج وبالفاتورة. هادشي ماشي انا اللي كنقول، التاريخ. الخطير هو نكرو هادشي على اساس نجيبو مقاعد برلمانية. you